في أحيان كثيرة هناك بعض القصص التي مهما نظرت لها لن تكون الإجابة سوى أنها زبالة ضعيفة قمامية، لكن بنفس الوقت هذه الأعمال تمتلك سحر خاص يجعلك تنهيها، ومهما طالت المواسم تجدك تستهلكها. وأحب أن أطلق على هذا المصطلح بالجلتي بليجر أو المتعة التي تأتي مع تأنيب الضمير، وكوني شخص مستهلك كبير للأنمي والمانجا وغيرها من ميديات الترفيه كما تعرفون، غالب الوقت أشاهد قصص بين الضعيف والمتوسط، أجد نفسي أحيانا مستمتع بها لسبب أو لآخر. ومن بين هذه القصص القريبة لقلبي دانمانشي، أنمي لو سألني أي شخص هل تنصحني به ستكون إجابتي ببساطة تامة لا أعرف، أنا شخصيا أحبه رغم أن مشاكله وعيوبه كثيرة. نعم، موضوعنا اليوم عن Is it wrong to pick up girl in the dungeon؟ مع العلم أن العنوان وحده كافي بأن يطردك من القصة، العنوان وحده يلخص لك كل ما يحصل في هذا الأنمي. وقبل أن نباشر الحديث عن التفاصيل القصصية للعمل، فهو مليء بالكفريات بأمور تنافي العقيدة، فحذاري من ذلك لكافة المتابعين. فقصة دانمانشي بسيطة بعض الشيء، إذ أن الآلهة قد نزلت الأرض باركت بعض الناس الذي سموا لاحقا بالمغامرين وبدأت بفتح نقابات. الهدف من كل هذا هو اكتشاف مكان يسمى بالدانجن أو الدهليز. بطل قصتنا هو بيل كرانيل، شاب صغير في العمر يتعرف على الإلهة هيستيا وتبدأ مغامرة هذا الغير في الصعود بالرتب. كل ما هو موجود بالقصة اعتيادي بشكل كبير، مراهق بخلفية مجهولة يمتلك قوة كبيرة، يحارب الوحوش، يجمع الحريم عبر الأحداث. يمكنني أن أشبه القصة بشكل أو بآخر بالقمامة الأخرى سورد آرت أونلاين، مع فرق أن قوة بيل كرانيل تأخذ وقتها كي تزداد، لكنه أيضا ليس بتلك الشخصية المثالية، له هفوات كبيرة. بنهاية المطاف يبقى البطل الذي ينقذ الجميع، تقع الحسناوات في حبه وتهين به. قصة كليشيه دون أي شيء مميز، لا تقدم شيء جديد للمتابعين. وحتى نظام القوة الموجود نفسه شاهدته في عشرات الأعمال الأخرى، عبر خلط المهارات القتالية مثل فنون المبارزة وغيرها مع السحر، بالإضافة إلى وجود أشبه بما يسمى بالنظام يحدد قدرات الشخصيات والوحوش عبر المستويات ليفل 1 ليفل 2 ليفل 3 إلى ما آخره، مع أخذ الأنمي نفس القالب لألعاب الأدوار الار بي جي، حيث أن الشخصيات تمتلك تخصصات أو كلاسات مثل لص، دبابة، ساحر، معالج وغيرها. القالب القتالي للأنمي اعتيادي تماما، خالي من أي نوع من التجديد، يقدم نفس الصيغة القديمة التي ستجدها في أعمال كثيرة. رغم ذلك فالقتالات بنفسها مميزة وممتعة كثيرا، لأن البطل معظم الوقت ضعيف يحتاج لبذل مجهود كبير للفوز بأي قتال، كما أن طاقم الإنتاج والإخراج يهتم كثيرا بالجانب البصري، ما يجعلها معارك ممتعة رغم أنها في غالب الوقت محسومة النتيجة التي هي انتصار بيل كرانيل بقوة الصداقة والعزيمة. ولو أن هناك حسنة في العمل أستطيع أن أمدحها، ستكون إيقاع تطور البطل بيل كرانيل، إذ أن الكاتب يأخذ وقته الكامل، وقد احتاجت منا الأحداث قرابة الأربع مواسم 40 حلقة أو أكثر لكي نصل للطوابق العليا. مع ذلك ما زال من الواضح أن قوة بيل ليست بالكافية لقهر الدهليز. أعجبني كثيرا هذا البناء البطيء، وحتى لو أن قوة بيل كرانيل تزداد بشكل مهول مقارنة بباقي شخصيات القصة، فالأمر لا يتم بين ليلة وضحاها بالنسبة لنا كمشاهدين، لا يشكل أي إزعاج على الإطلاق. مع العلم أن واحدة من نقاط ضعف أن الأحداث كل موسم تبدأ بشكل عادي للغاية، أحيانا منفر يجعلك ترغب في التوقف عن المشاهدة، لكن في آخر الحلقات يزداد الحماس بشكل كبير. من بين 4 مواسم فالثاني هو الوحيد الذي لن يعجب الغالبية، كون قصته تدور حول دار دعارة ومجموعة من العاهرات، أتحفظ على هذه الكلمات، لكن الموسمان الثالث والرابع يقدمان أحداث حماسية، دراما جميلة تستحق المشاهدة فعلا. والسبب أن قد تم طرح مجموعة من المعضلات الأخلاقية، كما أنك كمشاهد تشعر بالخطر على الشخصيات ويمكن أن تموت في أي لحظة، هذا شيء نادر في هذا النوع من القصص القمامية الضعيفة لعلمكم. وعلى ذكر الحديث عن الشخصيات، فهي هنا بين المتوسط إلى السيء، لا توجد أي شخصية يمكنني القول أنها جيدة أو ممتازة، اعتيادية تماما تتطور وتتغير مع الوقت تنضج أكثر، حتى العلاقات فيما بينهم تصير أعمق. المشكل أن الخطوط التي تتطور فيها هذه الشخصيات متوقعة بشكل كبير، حيث أنك لا تشعر بديناميكية وحركة الشخصية، بل أن الكاتب وضع لك هذه الأحداث كي يجعلها تفكر في قراراتها ما كانت تفعله لكي تتقدم للأمام.
لا تشعر أن الأمر يمشي بسلاسة مع القصة مثل أعمال الدرجة الأولى. وكمثال في أحد المواقف، بيل كرانيل كان جبان أراد الهرب بحياته، بعدها سوف يتبقى يتذكر لحظة ضعفه تلك، يتشجع وينهض في كل مرة بشكل ممل. وفعلا تطور وتغير، لكن تشعر بشكل كبير أنه تطور لأجل أن يظهر الكاتب أنه قد تطور فقط لأجل أن يعطيه حافز كي يظهر قوة أقوى. وقس بذلك نفس الشيء على باقي الشخصيات، فالأساس الذي كتبت به واضح جدا، الرحلة التي تخوضها أيضا واضحة متوقعة كثيرا، حيث أنها تبدأ بتشكيل علاقة مع البطل، هذه العلاقة تتوطد أكثر وأكثر بعدما يرون قوته، والتفاعل معهم يتسبب في نضوجه مع الوقت، ما يجعل الجميع منجذبين له مجتمعين حوله، خصوصا الحريم منهم التي كل واحدة فيهم تمتلك مشاعر له لكنها لا تبوح بها، وهو طبعا كالأطرش في الزفة غير مدرك بتاتا لما يجري من حوله. بينما الإنسان الواقعي العادي البسيط إذا نظرت له فتاة فقط يبقى يفكر أنها تحبه وأن عليه الزواج بها. اليابانيون فعلا في كتابة العلاقات الرومانسية تشعر أنهم يعيشون في كوكب غير كوكبنا. أصلا فكما قلت لكم اسم العمل Is it wrong to pick up girl in the dungeon، لذلك لك أن تتخيل وجود كافة أشكال وأنواع الفتيات، القصيرة ذات الصدر الكبير، الطويلة المسطحة، اللولية، الفتاة الثعلبة، الأمازونية، الإلف بكافة الأنواع والأشكال. بيل كرانيل هذا لم تتبقى فتاة في الأنيمي إلا وصارت متعلقة به. الشيء المزعج أنه لا يساعد الفتيان، فمعظم الوقت معظم الأركات المعضلة هي وجود فتاة في مأزق وعليه أن يساعدها. ببساطة تامة إنها كتابة غبية كسولة، الهدف منها تكريس غرور المشاهد الياباني الفاشل في حياته الذي يرى في نفسه بيل كرانيل لو أتيحت له الفرصة لقام بمثل ما يقوم به بطل القصة. الكاتب مدرك تماما لهذا الأمر، له القدرة على كتابة أشياء أفضل، فالدراما المقدمة في بعض الأحداث كانت فعلا قوية مؤثرة، بعض الحلقات أيضا كانت صادمة نوعا ما الذي يجعلني أي أنه شخص لديه إمكانيات كبيرة لكنه يختار الطريق الأسهل لكسب الجمهور. هذا ليس خطأ بالضرورة، فكل كاتب يريد أن يعتاش من أعماله، لكن يجب عليه أن يتحمل الانتقاد الذي سيأتيه لاحقا لهذا النوع من الأسلوب الكتابي البسيط. مع العلم أن الذي سيسمع كلامي سيعتقد أن دان مانشي أنيمي رخيص من الدرجة الثالثة، وهو فعلا كذلك، لكن الذي يميزه أن العالم الفانتازي نفسه جميل. فكرة الدانجن والوحوش التي فيه، الآلهة والمجهول، التحديات الجديدة التي تظهر كل مرة للبطل، بعض المواقف الأخلاقية التي توضع فيها الشخصيات، أيضا هناك بعض حوارات الأنيمي الجميلة خصوصا في النقاط المحورية من القصة، رغم أن الحوار في معظم الأوقات زبال، لكن تلك الحوارات بالضبط تكون جميلة تجعلك تتعلق ببعض الشخصيات. صحيح أنهم قوالب جاهزة وشخصيات متوسطة كأقصى تقدير، لكن بنفس الوقت نجح الكاتب في توظيفهم في قصته بحيث تهتم لهم لما يحصل معهم، بل تتعاطف معهم حتى. دان مانشي بنظري مثل لنا سحر الأشياء الاعتيادية والكليشيهات، كيف لها أن تجذب المتابعين لعدد كبير من المواسم، رغم أننا أمام شيء في أقصى حالاته في ذروته يكون جيد، رغم ذلك نكمله نشاهد مزيد من الحلقات. وهذه ظاهرة لم أشاهدها سوى في عدد قليل من الأعمال المتوسطة الضعيفة، وأقصد هنا الضعيفة كأفكار وكشخصيات وليس كأحداث، لأن بعض أحداث دان مانشي مع المواسم كانت جيدة فعلا. فأول موسم بشكل عام كان تعريفي بالعالم، القدرات، التحديات الموجودة للبطل، رغم ذلك فهو ليس بموسم افتتاحي على قدر التطلعات، لكن الشيء المفصلي إذا أعجبك سوف تكمل القصة من عدمها، يمكنني القول أنه متوسط. أما ثاني موسم فبسبب الموضوع الحساس الذي عالجه من الصعب أن يعجب الكثيرين، لكنه تمهيد لشيء أفضل رغم أن الغالبية وصفه بالموسم السيء. أما الثالث والرابع ففعلا يمكنني وصفهما بالجيد، قفزة نوعية في الأحداث والدراما المقدمة، التحديات المطروحة أمام بطل القصة ورفاقه، فالنسق تصاعدي بشكل كبير بعد الموسم الثاني المخيب، لدرجة أن دان مانشي صار أنيمي يجازي من يصبر عليه بأحداث جيدة تستحق المشاهدة، لكن الصبر على سوء الموسم الثاني فعلا شيء صعب لا يقدر عليه الكثيرون. هنا سأطرح السؤال، هل شاهدتم دان مانشي وما هو رأيكم فيه؟ ما هو رأيكم بشكل عام في أنيميات أبطال جامعي الحريم؟